ركعة الشفع والوتر إن شاء الله بتشهدين. ركعة الشفع والوتر إن شاء الله بتشهدين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العلى 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 سبحان ربي العلى. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يا ربنا يرجع الأمر كله. صل وسلم وبارك على حبيبك محمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. صل وسلم وبارك على حبيبك محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفى لديك. لا ينال ذلك إلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.